بحب اذكركم بالاشتراك بالقناة وابدأ الاعجاب، واذا عجبك الفيديو شيره وعلق له عليه، وما تنسى زر الجرس. هاي القناة قناتكم، اذا عندك اي مكان حاب تشوفه بس خبرنا عنه، احنا ان شاء الله بنوصل له نعمل لك عنه فيديو مميز. اليوم مشوارنا على المدينة الرياضية اللي طلبها مني السيد محمد شاهين. يعني انا صورت المدينة الرياضية في اكثر من مكان، وفي فيديوهات من المدينة الرياضية كانت عليها بس موسيقى، وفي فيديوهات ثانية كانت مع الشارع. على كل، انا راح ادخل من جهة شارع الاردن زي ما انتم شايفين. هذا هو حراج السيارات، يعني احنا بنسميه حراج السيارات اللي هي السيارات المستخدمة. في مكاتب هون بتبيع وبتشتري السيارات المستخدمة للي حاب ياخذ سيارة ارخص من السيارات اللي برا. يعني الوكالة اللي انتم بتعرفوا كله جديد، واذا كان مش جديد يعني بيكون عمره بس سنة واحدة او سنتين، وتكون اسعارهم كثيرة غالية. هذا المكان فيه سيارات مستخدمة حتى ممكن تكون شوية قديمة. هذا موجود على شارع الأردن، طبعا تابع للمدينة الرياضية. أول شيء ليه سموه حي المدينة الرياضية؟ حي المدينة الرياضية لأنه انبنى جنب مدينة الحسين للشباب، اللي هي المدينة الرياضية، احنا هيك بنسميها في عمان المدينة الرياضية، اللي فيها طبعا استاد الحسين أو ملعب الحسين اللي موجود فيها، أو استاد الحسين اللي موجود فيها، اللي هو الاستاد الرئيسي واول استاد موجود في الاردن او انبنى في الاردن في ستينات القرن الماضي. طبعا وفيها كثير ملاعب، انا مش راح اتكلم عنها لانه مش الفيديو مش مخصص لها، بس لانه لازم اذكر انه سبب تسميه هذا الحي بالنسبه لمدينه حسين للشباب اللي هي المدينه الرياضيه. هذه انا دخلت طبعا المدينه الرياضيه من اخرها، يعني هذا احنا من اخرها من جهه شارع الاردن. طبعا هي بتمتد من جهة شارع الأردن من عند الجسر اللي بين معانا وإحنا داخلين لحتى دوار المدينة. دوار المدينة من أهم الدواوير الموجودة في عمان، لأنه بيطلع منه أربع تفريعات لأربع شوارع، يعني دوار فيه له أربع شوارع بتدخل بتطلع منه، وهي شوارع جدا مهمة، مثل شارع الملكة رانيا اللي هو شارع الجامعة قديما، وشارع الشهيد اللي طبعا اللي سموه شارع الشهيد نسبة لصالح الشهيد موجود في المدينة الرياضية، وشارع الملكة علياء اللي عنده مستشفى الملكة علياء، وشارع الشريف ناصر بن جميل اللي هو وادي صقرة. يعني شوفوا الشوارع المهمة جدا اللي بفرعها دوار المدينة الرياضية. طبعا من دوار المدينة الرياضية تطلع مباشرة باتجاه وسط العاصمة لدوار الداخلية، ودوار الداخلية غنية عن التعريف اللي هو المدخل الرئيسي لجبل الحسين. على كل، زي ما انتم شايفين يعني احياءها جميله جدا، حي مش جديد ومش قديم، يعني متوسط العمر، يعني مش زي الاحياء الجديده زي حي المنصور وحي دابوق والاحياء هاي. هذا لا، حي من يعني تقريبا من الستينات، طلع مع المدينه الرياضيه. خلينا نروح على اليسار. طبعا انا اليوم بصور يوم سبت، يعني انا مش عادتي، بس لا زي ما وعدتكم انا عندي كثير فيديوهات فلازم اخلصها، فلا هيك انا عمالي بلف وعمالي بصور حتى في ايام السبت، واذا صح لي في الايام العاديه راح برضو اصور في الايام العاديه. هذه طبعا زي ما حكيت لكم انا بلشت فيها من عند حراج السيارات، ومن بعد حراج السيارات راح اوصل تقريبا لدوار المدينه الرياضيه لحتى افرجيكم مناطق انا ما صورتها قبل هالمره في هذا الحي الجميل. خلينا بس نشوف هاي المطبات اللي انا بكرهها يا جماعه. هاي مش مطبات، هذه عباره عن جبال، يعني جبال عالية كثير، وممكن يعني أنا شفت سيارات صغيرة يعني واطي كثير، مثل سيارة البريوس والفيوجن، هاي سيارات كلها يعني مساكين أصحابها واجهاتها راحت من هاي المطبات، واجهة السيارة الأمامية. طبعا جبل الحسين يقع في قصبة عمان، قصبة عمان اللي بتضم عدة مناطق من بينها منطقة حي المدينة الرياضية. شوف يعني ما شاء الله فيها كل أنواع البنايات، منها الفلل، منها القصور، منها البنايات السكنية اللي هي الشقق. طبعا انتشرت كثير الشقق في الآونة الأخيرة وصارت رمز من رموز عمان، يعني لأنه السكان كثروا كثير وضاعف عدد سكان عمان بفترة وجيزة، فلهيك كان لابد من وجود شقق
عشان تكفي كل هاي الناس. هذه المدرسة والله كثير معروفة، أنا نسيت شو اسمها. أعطيكم أسعار الشقق والعقارات آخر 48 ساعة، يعني أكيد في أقل وأكيد في أكثر، لأنه هاي الفقرة كثير ناس بتطلبها، لأنه في ناس كثير مهتمة أنها تشتري شقق، بالأخص إخواننا المغتربين الموجودين في الخليج وفي العالم كله. هاي مدرسة ابن عباس، هذه مدرسة ابن عباس، أنا دائما بشوفها بس يعني بنتبه على الأسماء كثير. الشقق هون أسعارها من 56,000 ل 110,000 دينار أردني، طبعا هذا الحكي آخر 48 ساعة، طبعا مميزات كثير بتحكم الشقة. يعني شوفوا ما شاء الله الشارع ما أجمله، يعني شارع جميل جدا، الباعة المتجولين موجودين هلأ. طب البطيخ لساته موجود؟ البطيخ يعني غريبة، البطيخ انتهى هلأ، العنب وحتى الصبر صار في نهاياته، صار في فواكه ثانية نزلت على السوق، يعني ما شاء الله بتشوف دائما الباعة المتجولين موجودين تقريبا في كل شوارع عمان. أما إيجارات الشقق هون فمن 220 دينار حتى 500 دينار، هاي الشقق العادية الفارغة اللي بتتاخذ على نظام سنوي. أما الاستوديوهات لا آسف جدا، الأراضي من 230,000 دينار لحتى 350,000 دينار اللي هي الدونم الألف متر مربع. أما الاستوديوهات فبتبلش من 25 دينار لحتى 35 دينار في اليوم الواحد للشقق المفروشة. هذه بيستخدموها كثير إخواننا العرب أو إخواننا الأردنيين اللي ما عندهمش بيوت هون، فبيستخدموها كإيجار يومي بالنسبة لهم، مثلا 3-4 أيام. إخواننا اللي بيجوا من الضفة عشان يسافروا على مناطق ثانية، فبيجوا عن طريق المعبر الجسر وبعدين بيجوا عمان بقعد يوم يومين، فبيستخدموا هاي الشقق أو الاستديوهات عشان أرخص من الفنادق وحريته بتكون أكبر. هذا الجسر الجديد أنا صورت لكم إياه واستخدمته، يعني عملت فيديو لتجربة الجسور الجديدة اللي هي جسور المدينة الرياضية اللي بتيجي فوق الدوار. طبعا هذا اللي صار عليه حادثة صهريج النضح، هذا هو طبعا من فوق، أنا مش عارف كيف صهريج النضح قلب فوق ونزل الوسخ تبعه على الشارع، هذا هو اللي مبين معنا في الصورة الجزء اللي صار عليه المشكلة. طبعا إذا مشينا على طول من هون، إحنا على شارع الشهيد، إذا مشينا على طول من هون راح نلاقي شارع ناصر بن جميل. أنا هذا والله ماني فاهمه، هذا الدوار يعني اللي بدخله بينسى وين رايح صراحة. يعني شوفوا كيف كم التقاطع وكم التلفة، في بالنص إشي فاضي. يعني أنا بصراحة لأني بستخدموش كثير بجيله بس من شارع وادي صقرة أو شارع الجاردنز. على يميننا هون شارع الجاردنز، على طول إذا طلعنا من هون على طول راح نطلع دوار الداخلية، على اليسار راح نرجع على دوار على شارع الشهيد. أنا راح أرجع على شارع الشهيد بس حتى أفرجيكم إياه. طبعا هذا الحكي كله صار جديد، هذا الحكي كله صار جديد. طبعا الفتحات الموجودة بنص الدوار هذه فتحات موجودة عشان باص التردد السريع. في الأخ هذه طلب مني أني أصور لإله الباص السريع، يعني أدخل في الباص وأطلع أكمل. في كثير ناس صورته، وأنا من الناس يعني حساس جدا بشغلة خصية الآخرين، فأنا صعب جدا أني أدخل جوات الباص وأقعد أصور في الناس وأصور في طريق الباص. أنا هين زي ما أنتم شايفين ماشي في طريق الباص، يعني ما فرقت كثير، يعني الباص بيمشي على شوارع بس لحاله، إله شارع لحاله بالنص، هذا الفرق بينه وبين السيارات. بس أنا كثير صورته حتى وهو ماشي، فأنا شفت ما فيش داعي أني أدخل وأقحم نفسي على خصوصية الناس اللي راكبة في الباص. في ناس ما بتحب تتصور، فأنا ما عنديش هذا الطابع، جدا حساس بخصوصية الناس. على كل خلينا نطلع هلا دغري باتجاه شارع الشهيد. زي ما انتم شايفين بالارمة هون الزرقاء طارق، لانه هذا الشارع بنزلنا على الزرقاء وعلى طارق بوديك برضو على منطقة طبربور، وبطلعك من منطقة طارق ونزلك على منطقة عين غزال، يعني ممكن تطلع من طبربور على عين غزال، ممكن تنزل على تسراد الزرقاء برضو من هون. طبعا الزرقاء انا صورت لكم لها فيديوهات كثير، يعني تقريبا كل الطلبات خلصتها، راح انزل لكم اياه وراح تشوفوا مراحل الباص السريع اللي لساتها ما انتهت، يعني لساته بده وقت، انا بتوقع بعد نهايه العام، لاني ما شفتش عليه شغل كثير على منطقه الباص السريع. هذه مدينه حسين للشباب اللي على يميننا اللي بصير عليها مباريات الدوري الاردني، حتى منتخبنا الوطني راح يستقبل يوم 17/11 المنتخب الإسباني بكامل نجومه، يعني راح تصير مباراة جدا مهمة هون، راح تبثها أغلب محطات الرياضية الموجودة في العالم العالمية المعروفة، لأنه مباراة للمنتخب الإسباني، وكلنا بنعرف
مين هو المنتخب الإسباني. طبعا الجميل بالموضوع أنهم اختاروا المنتخب الأردني بالذات لحتى يلعبوا معاه، لأنه في عندهم فريق منتخب بيلعب لعب كثير مع منتخب الأردني، واسلوب المنتخب الأردني بيشبه كثير اسلوب المنتخب الياباني. أنا على ما أظن المنتخب الياباني معاهم في المجموعة، لهيك قرروا أنهم يلعبوا مع المنتخب الأردني. إن شاء الله يوم 17-11 راح تصير المباراة في استاد عمان الدولي، حتى وقفوا الاستاد حتى يعملوا له صيانة عالية لأرضيته لحتى ما تأذي لعيبة المنتخب الإسباني، لأنتوا أنكم بتعرفوا المنتخب الإسباني منتخب كثير كبير وفي عندهم نجوم عالميين، فعشان هيك حبوا يحسنوا لهم أرضية الملعب لحتى ما يتأذوا أو يصابوا قبل كأس العالم. هيلعبوا قبل افتتاح كأس العالم بيوم على ما أظن. زي ما انتم شايفين هذا هو شارع الشهيد، انا طبعا صورت لكم اياه قبل هالمره، بس معلش مع ذلك يعني الطلبات اللي بتجيني كثير غاليه. انا دخلت لكم بالمدينه الرياضيه، ما اخذتش كل احياء لانه انا صورتها قبل هالمره ممكن فيديوهين او ثلاث. شوفوا هذا الشارع الرئيسي، لانه هذا الشارع من اهم الشوارع اللي بتخترق المدينه الرياضيه. هذا شارع الشهيد زي ما حكيت لكم، بنزلنا على منطقه طارق ومنطقه او عالزرقاء، وعلى اليمين بقدر ارجع على شارع الاردن زي ما راح اعمل هسه، بقدر ارجع على شارع الاردن مره ثانيه اذا كنت رايح على وسط البلد من اتجاه الحديقه الهاشميه، او اني اكمل على وادي الرمم، او اني اروح على جبل الحسين. يعني سهل علينا كثير شارع الاردن، بس بتمنى من المسؤولين عن هذا الشارع انه يعملوا صيانه لارضيته في بعض المناطق، لانه صار بحاجه لصيانه، يعني عمره تقريبا 18 او 20 سنه صار بحاجه انه يصير ارضيته كثير كويسه للسيارات. يعني هذا الشارع لانه اشتغلوه من جديد، هي خط الباص السريع بالنص اشتغلوه جديد صار كثير كويس. انا هيك بطلع زي ما انتم شايفين العبدلي وسط البلد، بطلع من هون وبنزل باتجاه وسط البلد او باتجاه العبدلي او باتجاه جبل حسين او المناطق الموجودة على يسارنا اللي هي ضاحية الأقصى اللي أنا صورتها. هرجع إن شاء الله لأنه عندي طلب ثاني لضاحية الأقصى وجبل الزهور، على ما مش الزهور نسيت اسمه، جبل القصور، آسف لجبل القصور. زي ما أنتم شايفين هذا مستشفى جديد، مستشفى رويال، يعني أنا تفاجأت لما جيت شفته. على كل أنا هذا الشارع صورت لكم إياه، لهون أنا بقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد، مع ألف سلامة.